هنتكلم على التفاصيل دي كلها، بس الاول ناخد زميلنا العزيز محمد جمال عبر زوم من السعوديه يقول لنا اخر اخبار وكواليس النادي الاهلي قبل مواجهه فلومينينزي. يا جيمي منور الدنيا كالعاده. حبيبي يا كيمو، ده نورك، ربنا يخليك. احكي لي بقى وطمني وفرحني واديني شويه ايجابيات كده وطاقه ايجابيه قبل المباراه دي ان شاء الله. والله يا كريم، النهارده كان في مؤتمر صحفي حضر مارسيل كولر ومحمد الشناوي الساعه 6 بتوقيت السعوديه، 5 بتوقيت القاهره. الراجل اتكلم في كل حاجه، واضح تماما ان التفاؤل حذر جدا. الراجل بيتكلم بشكل جيد جدا عن فريق فلومينينزي، نفى تماما قصه انه الفريق المواجهه سهله لانه فريق معدل اعماره، وقال ان ده بطل كوبا ليبرتادوريس، فريق عنده نجوم كتير، واللعيب كل ما زادت خبرته في الملعب كل ما ده زود الصعوبه علينا. هم عندهم لعيبه كتير جدا بيتمتعوا بالخبرات، وعندهم لعيبه كتير جدا ممكن يعملوا مشاكل للنادي الاهلي. احنا عاملين حسابنا كويس، دارسين المنافس بتاعنا بشكل جيد، ولا تقليل ابدا من فريق فلومينينزي. مباراه صعبه جدا جدا علينا، واحنا بنحاول وجايين هنا من اجل هدف واحد، وده اللي اكد عليه محمد الشناوي كابتن الفريق اللي كان موجود في المؤتمر الصحفي، وقال انه احنا هدفنا هدف واحد من وقت ما سافرنا من القاهره، واحنا عندنا هدف واحد هو التاهل للفاينل للمره الاولى في تاريخنا، وان احنا بعد كده نشوف هنفكر هنعمل ايه في الفاينل، لكن دلوقتي احنا مركزين في هدفنا الاساسي اللي احنا جينا من مصر عشانه، وهو التاهل لفاينل البطوله. الاجواء في المران اجواء ممتازه، اللعيبه بمنتهى البساطه مش مضغوطين مش متوترين، هدوء حاضر. كان في الاول جلسه كولر مع اللاعبين في منتصف الملعب 10 دقائق، وبعدها بدا المران التكتيكي او الخططي لاستعدادا للمباراه، ومن ثم التاكد على جاهزيه كل اللاعبين للمواجهه. كان طلعت بعض الاخبار ان كهربا مش جاهز، كان طلعت بعض الاخبار ان في لعيبه بره المباراه، كل اللاعبين جاهزين باذن الله، كل اللاعبين على قدم وساق لتحقيق هدف النادي الاهلي بالتاهل الى فاينل البطوله باذن الرحمن. طيب جيمي، تشكيل النادي الاهلي لمواجهه الغد هيبقى فيه تغييرات؟ انا والله سالت كولر على، قلت له هل انت ممكن تفاجئ فريق فلومينينزي بتغييرات في التشكيل، هل ممكن انه تغير زي ما انت عملت التغييره مفاجاه بوجود احمد نبيل كوكا في مباراه الحاج جده؟ قال كل مباراه ليها تجهيز، لكن حتى لو في تغييرات هتكون، وده رده بالحرف يعني، حتى لو كان في تغييرات هتكون في اضيق الحدود، يعني التشكيل هيكون في الغالب يا كريم مشابه تماما، يمكن تغيير مركز واحد او لا تغيير في تشكيل مباراه اتحاد جده. فتشكيل مباراه فلومينينزي هيكون كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، امام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا. لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي الراجل لو غير او عمل مفاجاه تبقى في مركز واحد، لكن ده كان تعليقه الحرفي على سؤالي ليه بقصه تغيير التشكيل او مفاجات في التشكيل متوقعه امام فلومينينزي. طيب ديانج ممكن بكره يبقى في التشكيله الاساسيه؟ ده اللعيب يعني الثلاثي بتاع وسط الملعب هم اللي ممكن يحصل فيهم تغيير يا كريم، الرباعي الخلفي والثلاثي الامامي وحارس المرمى كما هما، ثمان لعيبه حاجزين مكانهم تماما. الثلاثي بتاع وسط الملعب ممكن، ديانج ممكن يبقى موجود، ممكن ديانج يبقى موجود، لكن تاني انا بنقل لك حرفيا كلام الراجل انه مش هيبقى في تغييرات الا في اضيق الحدود، لكن قال انا حتى هذه اللحظه، يمكن ده قلناه في الرساله، انه حتى هذه اللحظه انا لسه لم ابلغ اللاعبين بمين هيلعب اساسي، لم اعلن التشكيل حتى للعيبه، فانا لسه لحد اللحظه، الكلام ده كان وقت المران يعني، لسه ما اعلنتش، لكن مش هيبقى في تغييرات كتير. وزي ما بقول لك يا كريم، من متابعتي بقى للكلام في التدريب والكلام الاحاديث الجانبيه اللي ما بين كولر واللاعبين، لو في تغيير يبقى لعيب واحد فوارد ممكن يبقى ديانج، لكن هو مش هيبقى فيه اكتر من لعيب يعني.